اهم حاجه في موضوع السكيورتي هي الهاندز اون. هل الراجل ده فعلا اشتغل سكيورتي؟ هل عمل اتاكس مثلا بكده؟ هل عمل انستنت هاندلنج بشكل معين؟ عمل فورنزكس؟ فالكومبيتيشن زي اللي بتحصل دي بتقدر تحكم على الشخص نفسه، اشتغل بايده، عمل اتاك، عمل ديفنس حاجه معينه، شاف ثغره معينه، حاول يقفلها، حاول يحلها. احنا مينلي بنفكر في حاجه زي دي. الشغل في مجال السايبر سيكيورتي مش هي شغل عادي، الشغل بيعتمد اكتر على تالنتس، هي في الحقيقه هي موهبه. مش فكره شهادات بتاخدها ولا ان انت بتبقى معاك سيرتيفيكت في كذا. لا، انت لو بصيت على الاتاكس اللي بتحصل على مستوى العالم هتلاقي شويه شباب عندهم 15 سنه او 16 سنه بيعملوا اتاكس على الايميلز بتاعت الناس اللي شغاله في CIA او على ويب سايت زي فيسبوك او انستغرام او غيره. كل يوم بتسمع اخبار زي كده. الناس دي لا هي خدت شهادات ولا لسه اصلا اتخرجت من الكليات. هي دي الناس اللي احنا بنحاول ندور عليهم. الناس دي موجوده في كل الدول واحنا بنحاول ندور عليهم في الوطن العربي بتاعنا. ففكره ان انت تلعب CTFs، انت تطلع في الباك باونتيز، كل الكلام ده هو اكتر حاجه بتديك اكسبيرينس، يعني سيناريوهات حقيقيه دي اولا، كلها حاجات اب تو ديت، ده اللي بيحصل حاليا دلوقتي، مش محتاج ترجع لحاجات قديمه حصلت في التسعينات او في الالفينات عشان تعرف المجال ده بدا ازاي. انت مش محتاج تعرف ده، انت محتاج هاندز اون اكسبيرينس، محتاج تخش في المجال على طول. ناشونال سايبر سيكيورتي CTF دي مسابقه احنا بنعملها على نطاق الدول العربيه، كل دوله على حده، بحيث ان احنا نقدر نكتشف المواهب اللي موجوده في امن المعلومات جوه الدوله دي، ونطلع منهم تيم او اثنين يمثلوا الدوله في المسابقه على النطاق الاقليمي او ريجنال كومبيتيشن. الاستعداد لطوارئ الحسابات والشبكات او طوارئ السايبر سيكيورتي لها معايير ممكن تكون مختلفه، غير لما يكون عايز واحد يبقى مدير يبقى لازم يخلص مش عارف برامج اداره او شهادات اداره او غيره، لكن اكتشاف ثغرات في برامج وتطبيقات حاسب ممكن يقوم بيها حد في سنه صغير. التالنتس اللي موجوده بصراحه ساعات بتبقى مظلومه شويه، ما بقاش في سبيشال فوكس عليها. دي تشالنج موجوده، ممكن تبقى موجوده في مصر، ممكن تبقى موجوده في العالم، انه ما حدش بيركز ان هم يبقى في ريكروتمنت بشكل اكبر او يبقى في انكورجمنت للسايبر سيكيورتي تالنتس. لو موضوع سيكيورتي اخد الحيز المظبوط بتاعه وبقى ليه البادجتس الموجوده في كل الاماكن سواء الحكوميه او الخاصه وناس اهتمت فعلا بيه، هتبدا تدعم موضوع انفيجن سكيورتي سواء بقى في الناس او في البرودكتس، بحيث الموضوع في حد ذاته كانفيجن سكيورتي يتحول لماده مهمه جدا. الموضوع مش بس بيتعلق بامن المعلومات، كمان بيتعلق بتطور انظمه التكنولوجيا. يعني احنا لحد اجل قريب كنا بنتكلم على الانفورميشن سكيورتي، النهارده بنتكلم على مفهوم السايبر سكيورتي، بنتكلم على سكيورنج السمارت سيتيز الانترنت اوف ثينجز. فبالتبعية افاق جديده اذا صح التعبير بتزيد يوم عن يوم، وبتفتح مجال لفرص جديده ولتخصصات اكتر، وفي نفس الوقت طبعا بتنعكس على شورتج في الكفاءات المتاحه. في لاك اوف سكيورتي انجينيرز، مفيش تخصصيه في الموضوع ده، مفيش جامعات او تراكس معينه بتطلعك بقول لك بعد 5 سنين هتبقى راجل مسؤول عن السكيورتي والامن والمعلومات والكلام ده كله. سايبر تالنتس هي اول منصه بتقوم بترتيب المواهب في مجال امن المعلومات بغض النظر عن الشهادات اللي هم حاصلين عليها، عن طريق مسابقات اسمها كابتشر ذا فلاج كومبيتيشنز، بهدف ان احنا بعد كده نقوم بتعيينهم في مجالات مختلفه. المركز المصري للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات اللي هو في القريه الذكيه اللي هو جزء من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بنستعين بشباب صغيرين، يعني ممكن قوي يكون ما اتخرجش. تالنتس بتبان اكتر جوه الكومبيتيشنز اللي زي دي، لانه بيقدر يبقى فيه سبوت لايت على الكاركتر كمان، هاو ذا ريسبوند ديسيجن ميكينج، حاجات كتير قوي بتبان انسايد الكومبيتيشن للكاركتر بتاع الواحد، رادر ذان لو هو دخل اكزام فور سيرتيفيكيشن. الكومبيتيشن دي بصراحه من فعلا من الحاجات المتاحه واللطيفه جدا ممكن الناس تشترك فيها، وتفتح مجال الشركات انها تقدر تبص على الناس اللي اشتركوا واللي فازوا والتيمز الموجوده ان هم يشتغلوا على كافه مجال السكيورتي. بحب اشكر سايبر تالنتس جدا جدا جدا، مش عايز اقول الاسامي لان انا هنسى كل الاسامي، بس اكيد معتز صلاح على راس القائمه دي، ان هم عملوا يعني المجتمع ده في مصر، ان بقى في مجتمع سكيورتي في مصر، لقيت الناس تشارك اكتر في المسابقات دي سواء على مستوى مصر او على مستوى العالم. بتبقى في الاول صعبه، بس بعد كده الموضوع بيبقى سهل وبيساعدك انك تشتغل في اماكن كويسه. انا الحمد لله دلوقتي شغال في فيسبوك، وكان سبب رئيسي جدا ان انا شغال في فيسبوك سي تي افس، وده كان حاجه ساعدتني جدا 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 ان انا اعرف اشتغل في فيسبوك. فلو انت عايز تشتغل وعندك طموح وعايز تشتغل في حاجه كبيره جدا جدا، بس ركز على سي تي افس، شوف مستواك لمده سنه اما تبدا سي تي اف، ولما تبدا في اخر سي تي اف مستواك هيبقى فين.
تشرف شركة رند مايكرو هذا العام برعاية مسابقة مصر الوطنية لأمن المعلومات CTF 2017 بهدف مساعدة المواهب الشابة لفهم المزيد حول المخاطر والتهديدات الأمنية في هذا المجال.